في احتفالية بالقاهرة استعرضت منظمة تنمية المرأة تقريرها السنوي لعامها الأول، وذلك بعنوان المرأة والتغيرات المناخية بمشاركة وكالات الأمم المتحدة، حيث شهدت الاحتفالية إشادة بالغة بالدعم المصري الكبير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة تنمية المرأة، والذي تمثل في التصديق على إنشاء المقر الرئيسي للمنظمة في مصر. منظمة تنمية المرأة هي منظمة جديدة انبثقت تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي منذ تقريبا يعني بداية عملها عام 21 برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بصراحة ممنونين كثير لدعم فخامته، كون انه هو اتفضل علينا بالمقر بدعمه الكبير لنا، هذا يعني له الاكبر الاثر، وكون وجود المنظمه في جمهوريه مصر العربيه يعطيها زخم اكبر. فان شاء الله بالتعاون مع شركائنا حتكون هذه المنظمه من افضل المنظمات الدوليه المتواجده على ارض مصر. التغير المناخي اثر بشكل كبير على السيدات، فإحنا دورنا كمنظمة لكي نمكن هؤلاء السيدات أن نبحث عن الحلول، أن نبحث عن بعض المبادرات مع شركائنا مع الدول المعنية بذلك. مصر دولة هذا القطاع بالنسبة لها جدا مهم، السيدات هنا رائدات ويعملن بكل جد، فمن حقهن علينا أنه إحنا ندعمهم بكل ما نستطيع. هذا التقرير هو أول تقرير تصدره منظمة تنمية المرأة، ويصب هذا التقرير في الأساس يمكن نقول النجاحات الأولى له هو تعاون مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين سواء المنظمات الأممية أو منظمة التعاون الإسلامي، وهذا في حده كان نجاح الإصدار مثل هذا التقرير واهتمام من الجميع. التقرير طبعا يصب في وضع المرأة أثر التغير المناخي، طبعا المرأة تعاني حتى قبل وجود التغير المناخي، لكن أيضا بوجود التغير المناخي أصبحت المعاناة أكبر والتحديات أكثر، فكان لابد من تسليط الضوء على وضع المرأة في ظل هذا التغير المناخي، وكيف يمكن تحديد الأولويات اللي ممكن نساعد فيها المرأة. أحب أن أشكر جمهورية مصر العربية لجهودها في دعم منظمات التعاون الإسلامي وبالأخص منظمة تنمية المرأة التي مقرها القاهرة. أتى هذا التقرير لكي يبرز ويسجل جهود المرأة في المجال التغير المناخي، حيث أثبتت جميع الدراسات والإحصائيات أن النازحين جراء التغيرات المناخي 80% منهم من النساء، فهم المتأثرات في هذا التغير المناخي. وهناك أيضا دور فاعل للمرأة في مجال التغير المناخي، ويبدأ من الأسرة من النواة الأولى. لذا أتى هذا التقرير ليركز على التحديات التي تواجهها المرأة، وأيضا إبراز التكامل بين منظمات الدولية ومنظمات التعاون الإسلامي ومنظمات الأمم المتحدة في مجال مواجهة هذه التحديات.